تعرض فندق القصر مقر إقامة نائب الرئيس اليمني في عدن إلى قصف بثلاث قذائف صاروخية وأنباء عن سقوط ضحايا. مقتل وأسر العشرات من المتمردين أثناء سيطرة المقاومة الشعبية والجيش على معسكر كوفل. واشنطن تصف التوغل الروسي في الأجواء التركية بالعمل الطائش، والأمم المتحدة تحذر من خطورة الوضع في أجواء سوريا. قرارات إسرائيلية جديدة ضد الفلسطينيين، بينها توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية والإبعاد عن البلدة القديمة والحرم القدسي الشريف. البرلمان الليبي يقرر تمديد ولايته التي كان من المرتقب انتهاؤها يوم 20 أكتوبر الجاري إلى حين انتخاب سلطة تشريعية وفقا للدستور الدائم. البشمركة تعلن أن طيران التحالف شن غارات جوية على مواقع تنظيم داعش غربي الموصل في العراق.